قفل عندي. معلش للاسف قفل عندي. اللاب فصل شويه يعني مش عارف. دكتوره ايوه معاك يا دكتور. فبقول لحضرتك، فهو متقسم ان كل كام يوم في السايكل بزود البروجستيرون بجرعات معينه. ده طبعا بيدي افكسي اكتر لان بعمل سيرفايكال سيكننج اكتر، فهي دي فكرته، اللي هو كل كام يوم بزود اللي جرعه البروجستيرون محدده على الراس. يعني في راس هتلاقيها صفراء، ده بتاع البروجستيرون قليل، الحمراء اللي البروجستيرون زاد شويه، الخضراء اللي بيزيد قوي، هكذا يعني. تمام يا دكتور، ممكن سؤال من المحاضرة اللي فاتت؟ اه يا فندم، اتفضلي حضرتك. حضرتك قلت في الدايبيتك كيتو اسيدوزس بيرد الانسولين بطريقة معينة، انا مش فاهمة، انا مش فاهمة حضرتك قلت مثلا لما بيقل، لما بيقل ال دكتور ايوه في سؤال من الأسئلة اللي أنت كنت اديتهولنا المرة اللي فاتت اللي هو سؤال 5، بيقول اللي هو الدراج، لو أنا اديت مثلا سلفونايل يوريا تمام. it's a hypoglycemic effect will be augmented by all of the following except حضرتك اخترت الأورال كونتراسبتيف، تمام؟ تمام. مش الأورال كونتراسبتيف أصلا مش كان هو اللي بيعمل من ضمن الحاجات اللي بتعمل دايابيتس، فهو هيقلل أصلا؟ لا هو هنا مش بيسأل على سؤال اللي بيعمل دايابيتس ولا. بص، هو الاورال كونتراسبشن بيعمل دايابيتس لوحده، لكن هو هيأثر على الدواء ازاي؟ على السلفونيليوريا. مش واصلة لي. تاني يا فندم، الاورال كونتراسبشن لوحده بيعمل دايابيتس، تمام؟ هو السؤال هنا الاورال كونتراسبشن علاقته ايه بالسلفونيليوريا؟ هل هو انزيم انهبيشن، انزيم انديوسر؟ فعلى حسب الميكانيزم اوف اكشن على السيتوكروم بي 450 هيأثر عليه ويبان الهايبوجلاسيميا او يبانش. فاهماني؟ لا مش فاهم. في حد كاتب اللي احنا هنخلي في المحاضرة دي، معلش، وفي الآخر نشرحها عشان لو حدش اتلخبط، ففي آخر المحاضرة اشرحها لك. خلاص؟ تمام، شكرا. تمام. هنكمل على الانجكتبل هرمونال كونتراسبشن. برضه من ضمن الحاجات بتاعتها اللي هي افكتيف وبتقعد لونج اكتنج في جسم الفيميل 3 مانس، يعني بتقعد تقريبا 3 شهور ما بتاخدش اي راس، هي حقنه واحده تتاخد وتغطي كل 3 شهور، وممكن تعمل اميدوريا لغايه سنه على فكره، يعني ممكن ما تنزلش المستشفى مده سنه من كتر الافكتيف بتاعتها. حلو قوي لو انا مش عايز استروجين خالص، وانا خلاص الاستروجين ده عامل لي ازمه وانا مش عايزه، ولا هديله بقى كومبايند، ولا وهي مش عايزه اقراص ومش عايزه كومبلاينس ولا حاجه، فهدي حقنه واحده وخلاص. العيوب بتاعتها بتعمل امينوريا وريجولار بليدنج، ده او ده على حسب الهرمون المسيطر ساعتها، بتزود الويت جين والتندرنس، والبروجستيرون على فكره بيزود الريسك اوف ديبريشن، ده موجود جدا يعني. والبروجستيرون استخدامه الطويل جدا بيعمل زي الاستروجين، بيقلل البون ماس، استخدامه الطويل مش الاستخدام العادي. الاسم اللي بيديه اللي هو الديبو بروفيرا، ده بيبقى اسمه بيدروكسي بروجستيرون، بيتاخد 150 مللي، فاكرين ما احنا كنا بناخد نص و75 ومش عارف ايه الجرعات الصغيره في البيلز، لا هنا بياخد 150 مللي، ودي الاعراض اللي احنا قلنا عليها. في حاجه انا ما قلتهاش اللي هي الباتش. الباتش دي لازقه بحطها على الجلد بتاعت الفينيل، وهي بتخرج لي استروجين وبروجستيرون بصراحه، يعني هي بتفرز استروجين وبروجستيرون. هي افكتيف زي الاورال ما فيهاش مشكله، وبستخدمها كل اسبوع، دي لازم بتتحط على الجلد مش حاجه عن طريق الفم خالص، وما بتخشش جوه الفاجين اصلا.
معلش النت عندي مش عارف ماله، كل شوية يفتح ويقفل كده، حاجات غريبة يعني. انترنت ولا يا شباب؟ حد معانا على اللينك ولا هم انتوا كلكم خرجتوا ولا ايه؟ انا شايف في ناس موجوده. سامعيني كده؟ ايوه دكتور تمام. النت اصلا مش عارف بيعلق ويروح ويجي، بس اهم حاجه المحاضرات كلها متسجله الحمد لله يعني. الحمد لله. شايفين الصفحه اللي انا فتحتها دلوقتي ولا لسه؟ هكتب لهم على الجروب ان هم يعدوا. يا ريت يعني.
شايفين البي دي اف اللي انا فاتحه دلوقتي حاليا؟ لا لسه. تمام كده، تمام كده. ده بي دي اف سريع كنت محضر لكم ليكم عشان خاطر الهرمون الكونتراسبشن. المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم ام سي كيو عليها. تاني بنتكلم اهو الكونتراسبشن، في عندنا انواع بيرمننت وفي تمبرري. التمبرري في عندنا الهرمونال اللي احنا شرحناه من شويه، وفي الانترا يوتراين ادفايس اللي هو اللولب، وفي البارير كونتراسبشن، وفي الناتشرال ايه فاميلي بلاننج ميثود، وهنعرف كل حاجه منهم شويه. الفيميل كوندوم، يعني في عندي هو ده علينا ولا كيس كده بتلبسه الفيميل في الفاجينا الدواء اللي بيتاخد ده، الدواء اللي بيتاخد ده بيتاثر عليه الادويه الاخرى. يعني احنا عارفين من الاول اللي في عندي انزيم انهبيشن وانزيم انديوسر على انزيم مهم جدا في الميتابوليزم اسمه ايه؟ سيتوكروم بي 450. تمام كده؟ معايا يا دكتوره؟ تمام يا دكتور معاك. تمام. فالوقتي لما يكون سيتوكروم بي 450 ده انهبيشن او انديوسد على حسب الدواء اللي بيتاخد، فمحصل انديوسر يعني هو هيكسر الدواء بتاع السكر اللي انا هديه يا كتير يا قليل. لو هيكسره قليل يبقى الدواء هيشتغل زياده عن اللزوم جوه الجسم، فالسايد افكت بتاعته هتحصل اكتر. صح؟ تمام. يعني الدواء ده لو بيعمل لي هايبوجلايسيميا وانا اديت معاه انزيم انهبيشن يبقى الهايبوجلايسيميا هتزيد. صح؟ يعني دواء السكر اللي هديه واضح انه مش موجود. الصوره دي بعت لي في حاجات ما خدناهاش وحاجات مكتوبه في الكتاب وحاجات كده غريبه. انا يعني يا دكتور مؤمن يا ريت تبلغ الدفعه كلها، احنا 200 وحاجه فما ينفعش يحضر 30 40 يعني. يا ريت تبلغهم، ده ما ينفعش، ده هيخلي الناس تقلل الاونلاين سيشن اصلا. تمام حاضر. في حد عنده أي سؤال تاني؟ انا بدور لكم على ام سي كيو اللي انا كنت عامله، هشوف لكم في واحد بفتحه فانا كده بنشوف. دكتور معلش، نعم، ده اخر بري لاب بالنسبه لي. بالنسبه للبلوك اللي انتوا فيه ده، هم دول كانوا الاثنين مطلوبين مني. تمام شكرا. تمام يا فندم. دخلتوا محاضرات النظري ولا لسه؟
محاضرة واحدة بس. البيتيوتري ولا ايه؟ البيتيوتري ولسه السيرويد والباراسيرويد والادرينال ولا فيش ادرينال؟ يا دكتور. نعم يا دكتور ريهام قالت لي اللي هي الدايبيتس هتبقى طبعا نظري وعملي، واللي هي البيتيوتري دي هتبقى نظري. نعم. في بقى لنا محاضره واحده بس هتديها لنا الاسبوع الجاي، بس ما اعرفش ايه هي لسه. لا سيرويد في الغالب. وقالت لنا يعني هي المحاضره سهله محتاجه شرح، لكن المحاضره الجايه هي هتديها لنا تسجيل، هتبعت لنا تسجيل فيديو بالباوربوينت. طب تمام كويس جدا. المحاضرة بتاعتك نزلتها خلاص يا مؤمن؟ خلاص بتاعت الفسيولوجي. فتح لكم ربنا يسهل، اعمل لكم كام سؤال كده واوريها لكم ان شاء الله، وادور على الملف اللي انا كنت عامله. خلاص تمام يا دكتور. ماشي ماشي يا شباب، المرة الجاية بإذن الله اتمنى تكونوا اكتر من كده ان شاء الله يعني. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام.